السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعي موقع قناة ماجد فوتوز دوت كوم. جاتنا تعليقات وايد، متى حلقة الفلاتر اللي هي فلاتر مدرجة جي ان دي او الان دي فلترز؟ وانا عند وعد ان شاء الله، بس ناطرين شوي، عندنا الجو اللندني ما شاء الله غبار وهواء حار، متى ما يصحى الجو كله رحمة من رب العالمين ان شاء الله راح ننزل لكم هالحلقة. هالحلقة ان شاء الله راح نطيب خاطركم في فلتر من الفلاتر المهمة. اذا ما عندك هالفلتر بيع عدتك احسن لك، لا مو لهالدرجة. الفلتر هذا وايد وايد مهم، اسمه فلتر البولورايزر، له عدة استخدامات كثيرة. راح سجلنا بعض الفيديوهات واحنا نستخدم هذا الفلتر حق اكثر من نوع من انواع التصوير، راح نشوفها مع بعض. راح نشوف كذلك شلون انا اشتري هالفلتر. اذا تشتري فلتر بولورايزر اللي هو يشيل الانعكاسات او يزيد الانعكاسات، عندك ثلاث اشياء. اول شغلة تأكد انه يكون مالتي كوتيد. مالتي كوتيد يعني في الاشعة اللي هي اللينز فلير ممكن انه يقلل لك اياها في هذا النوع من الفلاتر. ثاني شغلة، اذا بتشتري لك فلتر تأكد انه يكون نحيف او انه ما يكون يعني عريض الفلتر، لانه مع عدسات الوايد انجل راح يعطيك مثل الفينيت افكت اللي هو السواد، فغالبا يكتبون عليه لو بروفايل او الترا ثين. ثالث شغلة اللي هي حجم الفلتر اللي انت تبيه. طبعا حجم الفلتر يعتمد على العدسة اللي انت تشتغل عليها، غالبا يكتبون اللي هو انت شنو تحتاج على اي عدسة. راح تلقى هني 77 مليمتر مثلا، فراح تاخذ الفلتر بنفس المقاس. اليوم ان شاء الله راح نشرح على فلتر من شركة AAB World اللي هو الكينكو برو 1 ديجيتال. انا غالبا عندي كان تحفظ على الكينكو بحيث انها تكون ماركة رخيصة مثلا، ما يكون فيها كواليتي عالي، بس بعد ما قريت عنها كثير بالانترنت وممكن تبحثون وتقرون ان هي من نفس شركة هويا، شركة هويا معروفة حق الفلاتر. طلعت خط ثاني شوي ارخص بس غالبا 100% او 90% نفس الكواليتي، فليش انا ادفع زياده واقدر اخذ نفس الكواليتي في هذه الفلاتر. مثل ما قلت لكم انواعها كثيره فلاتر البولورايزر، في منها يكون مع السيستم. اذا كان عندك سيستم الهاي تك مثلا تكلمنا عنه، في بولورايزر خاص فيه كبير، او الليف سيستم ممكن يكون بولورايزر خاص، بس انا دائما لازم يكون معي فلتر مثل هذا حق السفر، بسرعه بدال ما اركب السيستم كامل اقدر اركب هذا الفلتر. طبعا اللي عندهم نفس الشيء عدسات صغيره مثل هذه العدسه، اوكي، مو معقول انك راح تشتري لها فلتر بهالحجم يعني. فغالبا عدسات السوبر تيليفوتو زوم غالبا يكون الفلتر من الناحيه هذه، تمام، يركب له بولارايزر مثل هذا. طبعا هذا اغلى منهم كلهم، بس حق اللي يحبون وايد لايف راح نشوف كذلك فيديو حق الوايد لايف بولورايزر. اوكي، الحين احنا راح نجرب عملي استخدام الفلتر. جبنا معانا سياره ميني كوبر راح ندخلها بالاستديو، خلكم معانا شوي ونشوف التطبيق العملي. طبعا صوره الميني كوبر، تمام، مثل ما قلت لكم سواء تصور برودكت او حتى لو سيارات برا ممكن ان تصورها بالطريقه هذه. دائما اذا كان عندك فلتر اللي هو اليو في الحمايه، اوكي، تشيل الفلتر حمايه وبعدين تركب فلتر بولارايزر. اي جلاس يركب قدام العدسه راح ياخذ شوي من الكواليتي، هذه خالصين منها، بس كثر ما كان الكواليتي الكلاس قوي او يكون نظيف راح يعني يقلل هذه السلبيه. فواحد يقول ممكن ياخذ من كواليتي الصوره، اي اوكي ياخذ من كواليتي الصوره، بس مو ذاك الكواليتي راح يصير له دروب. بالطريقه هذه لو تشوفون الحين انا راح اصور هني فيديو، راح ناخذ فوكس، لاحظوا الحين الانعكاس اللي موجود على الجنب السياره. انا راح اسوي ريكورد حق الفيديو اساس نشوفه مع بعض تالي. اوكي، لاحظوا الحين في انعكاس على جنب السياره. راح الف البولارايزر، لاحظوا الطريقه شلون اعطاني الحين لون السياره الطبيعي. فبهالطريقه هذه ممكن اشيل انا اي انعكاسات غير مرغوب فيها. خلينا نحرك شوي مثلا زاويه ثانيه يكون في عندي انعكاس على الجنب مثلا. لاحظوا هني، خلينا ناخذ فوكس، جدم شوي، لا ما راح يتحرك. اوكي، لاحظتوا شلون انعكاسات كلها راحت. بهالطريقة هذه ممكن اشيل الانعكاسات الغير مرغوب فيها. طبعا مثل ما قلت لكم في شغلتين اللي هما سلبيات في استخدام اي فلتر، انه شوي يطيح من الكواليتي. ثاني شغلة، متى ما استخدم البولورايزر غالبا ينصحون انه يقول لك لا تستخدم البولورايزر اذا قاعد تصور بانوراما حق لاندسكيب. خلونا الحين نشوف اللي هي الفيديوهات الثانية اللي خذيناها مع بعض حق باقي فوائد البولورايزر، خلكم معنا. يعطيكم العافية. أول شيء نشكر صاحب الميني كوبر على السيارة. بعدين مثل ما شفنا
يمكن احنا صورنا برودكت، فممكن تتصور برودكت حق البولارايزر يشيل لك بعض الانعكاسات او يحط لك بعض الانعكاسات اذا انت تبي. ثاني شغله سيارات، ممكن تصور سيارات يعني برا صج تصور سيارات، ممكن يشيل لك الريفلكشن هذا او الانعكاسات. اذا كان الشخص اللي داخل السياره مهم، ممكن من وراء الزجاج هذا او من وراء الجام ممكن يبين مع البولارايزر. سجلنا لكم بعض اللقطات اللي راح نشوف فيها الحين شنو استخدامات البولارايزر. مثل ما قلت لكم في حق اللاندسكيب، حق الوايلد لايف، مثل ما راح نشوف مقطع الحين. هذا المقطع الحين قدامنا حق قوس الالوان او قوس قزح. لما تلف البولارايزر راح تبين الالوان، لما ترد مره ثانيه راح تختفي، تلف راح تطلع الالوان، ترد مره ثانيه. فغالبا راح يعزز لك الالوان، راح يزيد الساتوريشن عند استخدام البولارايزر. ناخذ مقطع ثاني اللي هو شوف الحين انعكاس البحر مو مبين شنو تحت الماء. فلما نلف البولارايزر لاحظوا الحين الصخور شلون قاعد تطلع. ردينا لفينا البولارايزر مره ثانيه، اختفت هذه الصخور. فممكن تتصور صور بحيث انه تشوف الصخر في مقدمه الصوره او في مقدمه اللاندسكيب من خلال استخدام بولارايزر. اللي يحبون يصورون الوايلد لايف شوفوا هذا المثال، نفس الشيء شوفوا انعكاسات الشمس على البحر، لفينا البولارايزر راح تروح كل الانعكاسات الموجوده، راح يعطيني لون وايد صافي حق الموضوع اللي انا استخدمه. فاستخدام بولارايزر مثل ما قلت لكم انك تشيل انعكاس او تعزز انعكاس. اذا في منظر مع جبل منعكس مثلا، فممكن تزيد انعكاس او توخر الانعكاس. كذلك اذا مثلا رايح متحف وانت مسافر، ممكن يكون فيه صندوق بلاستيك او زجاج تنعكس انت صورتك مع الكاميرا، ممكن انك تستخدم بولارايزر بحيث انك تشيل هذا الانعكاس. رايح الاكواريوم مثلا قاعد تصور السمك، فنفس الشيء انعكاسك يروح. كذلك مثل ما شفنا اللي هو قوس الالوان، ممكن تعزز الالوان والساتوريشن. خلينا نشوف بعد كذلك مثال هني. هذه الصوره حق مسجد الشيخ زايد، وهذه صوره ثانيه نفس الصوره نفس المكان بس استخدمنا البولارايزر. في ناس يحبون مثلا يشوفون السماء هني اوكي، وهني مثلا البحر او الصخر اوكي، فبعضهم يدمجون اللقطتين في لقطه واحده. فممكن هذه تريك يستخدمونها بعض المصورين. في اللي هو فوائد على قولتهم فوق البيعه حق البولارايزر. لما تستخدم بولارايزر اكيد راح يكون لك حمايه حق العدسه، هذه شغله. شغله ثانيه اللي هي مثل ما قلت لكم راح ينزل شوي الشتر سبيد عندك، فممكن تستخدمه حق تصوير الشلالات او السلو شتر افكت، ممكن تستخدمه في يعني كفائده اخرى. بالنسبه حق بعض الاشخاص او بعض المتابعين ما شاء الله ما يكونون يعني محترفين بالتصوير بس يتابعون حلقات هذه، يقول انا مثلا ودي اطبق هالافكتات هذه على الموبايل مثلا او التليفون الايفون ولا جالكسي، هل في شيء فلتر بولارايزر حق الايفون؟ لحسن الحظ انه موجود مثل ما تشوفون هني، هذا هو الفلتر. نفس الشيء تقدر تلف الفلتر من الايفون ولا الجالكسي، اذا الجالكسي ما ادري مو متاكد موجود ولا لا، راح تحصل على نفس الافكتات بهالطريقه هذه. فانت ممكن تاخذ نفس الفوائد اللي تكلمنا عنها في تصويرك بالايفون ولا باي جهاز ثاني. وكذي وصلنا حق اخر الحلقه، راح نشوف مع بعض الحين الفايز في حلقتنا الماضيه، والف الف مبروك حق الفايز. طبعا الجائزه عباره عن كفر اندر ووتر مقدم من شركه AAB World. سؤال هذه الحلقه تكلمنا عن نوع معين او ماركه معينه من فلاتر بولارايزر، ابي اعرف شنو هذه الماركه، تكتبونها بالتعليقات. والجائزه عباره عن الفلتر نفسه مقدم من شركه AAB. يوصلكم بالسلامه، شوف تعليقاتكم ان شاء الله في يوتيوب، لا تنسون سبسكرايب، تنشرون الحلقات في جميع السوشيال ميديا، ونشوفكم على خير.